بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة هذه تن مقدمة تي هرمرتي واي أما مقدمة هذه تن مقدمة تي لهرمري سواي اسم فاعل اسم مفعول لمضب مقدمة تي لهرمري سواي أما مقدمة تي هرمرتي واي هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي نبيا إنا أرسلنا درني كاذك درني شاهدا حالتك مرخاتك ومبشرا حالتك بشارة ونذيرا حالتك دقوك درني وداعيا حالتك دتك ويراو إلى الله الناس دتك ويراو أتك درني إلى الله إلى توحيد الله إلى واحد وشي دتك ويراك درني وسراجا حال فانوستيك درني في سراج كاسو منيرا إفو وبشر بشارة أنت محمد والمؤمنين مؤمنين بشارة بأن لهم للمؤمنين لين من الله إلى إيش لين فضلا لين فضلا سو كبيرا وين إنا إلين ومؤمنين تلا يقدس فضل وين أكلا يعني عبادة يوسما يندرا ديو ولا تدين أديدو الكافرين كافرين تورشون ولوي والمنافقين منافقين تنا أديدو ودا أنت هذا كتاب هذا هم هذا المنافقين منافقين تدبشوا كتاب وتوكل انت هذا تلصاروي على الله اله تلدان ديبوي وكفى بالله اله يا كيفلن وكيلن من وكيلن لا وكاله ذو اله يا وكيل كيفلن اله وكيل كاي واي انا ان فتحنا فرني لك هذا الله انت فتح فرد يك فرني فتغا سو مبينا بين انا ليغفر اني دافع لك هذا الله اله كين دافع ان فرني ما كين دافع ما سو تقدم هو ما هرمري من ذنبك ذنبك ولا هرم ركين داف وما كين داف تأخر هو ما قد المري من ذنبك هو ويتم هو إلهي تامويل نعمته نعمة الله إلهي نمدس عليك كركة تامويل ويهدي هو الله نوني كاد سرادنا جدك يا نوني سرادك سو مستقيما توسن آيات كل شميك ورما يعني رسولك صلى الله عليه وسلم قيمة إلهي يقدسك اللي إيه ولا أسلان دري iyo yani wala muuminiintu sabab nagadaw oo jinas in galan sabab nagadaw iyo futuuhaadki ilaahay si oo daawada yusufidi ay diinta yusufidi ay guuli ku deeri way utimu ni'matahu alayka lilay guuli ku deeray ni'mada ilaahay inta aan weelay ayadkaas iyo rasuulka ku warmaayo sallallahu alayhi wasallam man horraanga ina in maanaha oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam howlgalshay oo daawada fidiyo يعني صوت ساسا هردا لن هردا أهم قدما قتل هرمان يسيحيو يا أيها كانوا النبي نبغا هو إنا أن أرسلنا درني كاذك درني شاهدا هال اتكي مرخاتك أو مدك مرخاتنا غباسوك درني ومبشرا هال اتكي بشاريا لمن آمن بك لن كذكروا مع الجنم بشارياس ونذيرا هال اتكي ديقو ات لمن جهدك لن كيادو كي كفر يو كي آس يون بنار انكو ديغاس يكا درني وداعيان هال اتكي انويرو الناس ددك إلى الله إلى توحيد الله انكويرو بإذن إذن الله إلى إذنش انكويرو يكا درني وسراج النهار اتفانوس سراج كاسو منيرا نفاوة اتوا وبشر أنت هذا بشاري المؤمنين المؤمنين تبشاري بأن لهم للمؤمنين إني لئين من الله إلى إشي لئين فضلا فضل لئين فضل كاسو كبيرا وينوا ولا تدي انت هذا ديدو الكافرين كافرين والشان ويلي والمنافقين منافقين تغديدو ودا انت هذا كتاب اذا هم هذا الكافرين كافرين تدبشوس كتاب وتوكل انت هذا تلساري معنا رسول كنت دغال امر نهايتي دبكي او كين جيس داي اسكو سبن اسكو تبالري والبو غلن ان غادوي ملكي دم والفصائل رسول كل دغال ان غري غالد لدغال ان كدبايان وتوكل انت هذا تلساري على الله اله الا الله ديبوي وكفى بالله إله يكافى وكيلا لن لو وكال ذو إله كيف لن إله كين قرقاري إنا أن فتحنا فرني لك هذا محمد وكين فرني فتح فرد يكين فرني رسولك الدعوة دي هرلان دقال ملا من ري ملك الدم دقال الامري دقال مي وري وذو دقال مو ملك الدم مكيني قبصدو نغتي مكيدي يسمين بذو لا كبري إنو سياني أو قبصدو قال ذي كو قبصدو إنا فتحنا لك فتح مبينا تن إله إليه ليغفر إله إني دافو لكين كفري فتن مبين لكين كفري فتان لك فتن لكين فرن مبين آت ليغفر الله إله لك كين داف درادية ما كين داف تقدم هو ما ومري من ذنبك ذنبك هو وما والكين داف تأخر هو ما قد المريان من ذنبك ميلن كجرت وظيف من الثاني لدلالة الأول عليه لره
كل رسول كرت دم ما بلا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم هاي إلى يدور ينبيد إلى دم ما لايو وصوت دم لا هاي نهد الميل راي هلا الله تدم بلا هذا فدي دم بقى كي هو رأيك دم بوي بولد عفيلري ويتم إلى إن تام ولو كن كفر نعمة نعمة الله إلى نعمة إسلام عليك كركا رسولك نتيجة دي أو دعوة دي أفر دي شلالة دي سيئي الدون كلهم قال لي روغان يا شلالة دي سلاحي رسول أكوالي سيد دعوة دي لنكو أرينكو لمضو سديدون رهايين مالكي دم مين نغتاي يدخلون في دين الله فواجعا دي أو كل شب دين تيها قلن كوحكوه جماعة جماعة قبيريال كدين تان قلون نغتن مالكاسو ويتم نعمة تاو إلى إلي هل كان كيسا هل كماي مراشي مين نغتاي إني انتاكا الدون كلهم دعوة دي ديرت ويتم تامولا إلهي فذا نعمة تامول عليك كركا ويهدي إلهي قد كانوني أنتام يأنكين كفري سرادا جد كهنوني يأنكين كفري إنا فتانا لك فتا مبينا ليغفر أجلك هذا فند إني إلهي داف درادية كين كفري إني إلهي كين تامول درادية كفري إلهي كهنوني درادية سرادا جد كهنوني سرادك سو مستقيما توسن الحمد لله الحمد ما حد أي جميع الحمد يا عبدنا ما أنتز لله إله ينصون هذا الذي الله سو أنزل دجي على عبد عبد الله إله دون شيء كرشة كدجي الكتاب كتاب القرآن كامل كاي كدجي ولم يجعل إله مولنا له للكتاب من ولنا إيوه جنگ الله من ولنا غي من عليك توسن والصلاة نهريس والسلام نبت قليو على سيدنا سيد كل كرشة لي المحمد الذي محمد كاسو حارب هو محمد كل حربي البادل بادل الحربي وأيده جي الحق هجوجي وضمس هو محمد كاس ترتري الرذائل والبهما تيما سي منكر لون ترتري وحيا هو محمد كنوري الفضائل والبفضيل الى فضيل فضيل الى نوري وتمم تام ولي مكارم الاخلاق اخلاق دي صوبنا اي تلمستري وهذا هو محمد الناس دت كتسي الى صراط دي جتسي صراط المستقيم توسنا اي تسي صراط الله صراط الذين هاني جتسي أنعم الله إلى نعمه عليهم على الذين نعموا من النبيين نبي الك والمرسلين والصديقين كويرون تشاغو بدناين اي والشهداء كويلا درتين شهيدين اي والصالحين صالحين تي وعلى آله والصلاة والسلام على آله آل النبي نبغي هل شي كرشي لي الا واصحابي اصحاب النبي لي الذين صابت سويت دو يتدو هنون غاددن بهدي هدي النبي نبغي هنون شي هنون كوالدن واتبعوا ما شي رهن رسم النبي نبغ علامه يوما علامه لهم يوم علامه يرهن فدانت لهم الملوك بغريال كان خلو ان وخلعت الامم امضيال كان خلو ان لهيبتهم ابصدوا ديال خلو ان اما بعد اي مصنف رحمه الله ميل يا الحمد لله اله يا محله الذي الله سو انزله هو الذي قد جي على عبده عبد الله اله الدون شي محمد كرشيه كدجي صلى الله عليه وسلم الكتاب كتابك قرانك كامل كهدي ما استرنا لك دجي ولم يجعل الله من ولنا له للكتاب كتابك وجن الله من ولنا غي من هال اي قرانك كي توس قرانك سيك دجي وا والصلاه عريس والسلام نبت قال يو دائما ايه على سيدنا سيد كان كرشلي محمد على محمد بدل اما بيان لما توديو ليرابي محمد على محمد محمد كرشلي نبدين عريس ليل مسألة محمد أهال بيان لكوال مسبدر الذي محمد كاسو صلى الله عليه وسلم حاربه هو الذي قال حربي أي البادلة والبادلة مركز الدنك جري الحربي زمن جاهلي يا رسولك الأبي والبادلة الحربي وأيده هو محمد كاسو هوجي أي الحق حق دينتا أي هوجي وضمس هو محمد كاس ترتري صلى الله عليه وسلم الرذائل والبل اللي يدان ترتري جاهل ما هو قال ما هو شرك هو ظلم هو كل ترتري وحيا هو محمد كنولاي الف لا الى والبف لا الى الى يقدس قيمك لنا نولاي وتمم هو الهي تام ولي مكارم الاخلاق اخلاق دي سوسو بنايتي الهي تام ولي وتمم هو النبغ تام ولي مكارم الاخلاق اخلاق دي سوسو بنايتي تام ولي ورسول كتيراوي صلى الله عليه وسلم بعثتو لأتمم مكارم الأخلاق بعثتو أن ولا إبي لأتمم أنا سيان انتام ولو مكارم الأخلاق أخلاق دسو سوبن سيان انتام ولو وما يا رسول كميتاري صلى الله عليه وسلم أن ينبيدي وهري ينمي لمدنا
كمن بنى بيتا على ميدانو لنقولوا دي سي وتمام البيت بيت كنيد ميسري او بلكيتو ميل سارا او كل كتب يريد مركاسا دكي غرغي يا بوغشون كو انما انا غرغون ايدان فيلي سي فيلل ندسي لولا بلكيتو اسن هذا فان او كل ارن بلكيتو يا نوي ريت كلكم انا يقول دي ميسري كلكم ادكو بعد نبا غدال كيل حبيو نمجر غرغي سكامل كيري مانا بعثته لأتمم مكارم الأخلاق يريد ولا يبيار إني أنا تام ولا أخلاق دي سوسو بنايته أم بيدي هرا كده ده دارين أنا إني ندم سر ولا يبيار إمانا وتمام تاني لي رساس وتمام النبي نبغ دم سر أي مكارم الأخلاق أخلاق دي سوسو بنايته دم سريو وهذا هو الله نوني الناس تكانوني وهذا هو الرسول كتوسي هداية رميل رايتي يود بمعنى الدلالة هايتي وتنقد ما هنا الهداية الموصلة إلى القلب تاسلا إليه هذا تسيه لي رسولك وهذا هو رسولك تسيه الناس دتك تسيه إلى صراط جدنتك تسيه صراط كاسو المستقيم توسم صراط الذين كبدل هاني جتسوية تسيه أو أن عمل الله إلى إن نعمه عليهم على الذين أن نعمه هان إلى إن نعمه مي من النبيين نبي ألكي إيه والصديقين كوين انتبادنا ين إيه والشهداء كوي شهيد وينو إلى درت سند مدن إيه والصالحين كوي سوبنا ين صالحين ما لري من أدى حقوق الله وحقوق عباده لان قال لك يا جلاء إن جددي حق يدوم كن جددي صالح لري وعلى آله آل النبي والصلاة والسلام وقات الجيال على سيدنا محمد ما ملك دفن وعلى آله والصلاة ناريسي والسلام نبت قليو على آله آل النبي نبغى هل شيء كرشة ليال وأصحابي وعلى أصحابي أصحاب النبي نبغى سابت كرشة ليال الذين آل أصحابه إيه تدوه نونغ آذن بهديه هدي النبي نبغى نون شيء كنونغ آذن واتبعوا رهن ومال رهن رسما هو رسولك على ميهي هو ماك على ميهي لهم يولان تود على ميهي ودن كويلي ودد أصنع آذن markii dambe saatiyo hay oo rasuulka hanuunki shay gaadadeen libaneena adduunka dhonga daawada islaamka deersiin mashriqi magrib daawada deersiin ilaa yurub ya daawada deersiin diinta fidiyan rasuulka baadishay rasuulka daawishay rasuulka waqtigii dhimada ay sallallahu alayhi wasallam arag doogne meelay ka kaaytay hijaz ay daawada ka kaaytay meerinka dheerna saari meelay haytay tabuuk lehaytay rom tasiyone oo faris taasi rasuulka baadishay asaatiya oo galeenayoon hanuunki rasuulka ka dhagmo nagadeena libaneena daawadi diinta gaaladi ku rooyena adduunka meelba ila eeshaan ila yaani yurub ila shiina ila yaani meelasa ya deersiin ruushiya deersiin daawada islaamka kulkan dadkii ahaa hanuunki rasuulka lanki gaadan saasay daawada saasay in fadlahay tijihaadka dareen fadilay oo toosnaad lahayay oo ay wadidi rasuulka lamar lahay sallallahu alayhi wasallam gaali yaani dad ma ka dhawaad lahayn لكن ما يبغى أوني قلب قلب ميلا ديرو أسنجيرت ما يا صاحب رسول الله رسول كان نوشة قادم سدي ودد رسول كدعوة أنفديا أنفديا وأنا ميلا ديرين وتبعوا ره إنما ولا غير سما النبي نبغه ما على ما يلا ومن على ما يرهن مركي دم ما ينقتي نتيجة ما ينقتي فدانت ما يبغى نخلو عذاي الملوك وبغريال كي نخلو عن روم يو فارس ميل كسر فرضي لهم للا صاحبي ود asaabti dhon may koobsadaw nagadeena dadkan asaabtan oo asaabu nabi daawadi fidiyaa koobsadeena galanti oo galan iraaq ala furdi iraaq ala furdi meel kasta la furdi shaam ala furdi wa khalaad may khullo aday li aali la li haybati may batil asaabi asaabtu to koobsashadii may khullo aday al umam umudoyinka dunka roogan dhawaan khullo aan wa oo saati koobsadaw la gali gaalada meel buu roogdo koobsadaw nagadeen ma walaa nunki rasuulka reen waar kaliibanin أما بعد بعد المذكور بعد البسملة والحمد لله والصلاة والسلام بعد المذكور فهذا كان هو الجزء الثاني جزء لماذا جزء كاسو من خلاصة نور اليقين كتاب نور اليقين لرأي لكو خلاصة لكو كوبي خلاصة كاسو في سيرة سيد المرسلين مرسلين تلها ديري سيد كودي صلى الله عليه وسلم سيري دسناتي ميري مصنف كرتبت رتبي هو الجزء الثاني جزء كله ما ذره تبي في سويعات سعد يرو يا لي يره تبي في ساعة ساعة لتصغيري سويعات ريو سعد يا لي ير
يرتبي اختلصت أن هدفي هاس ويات كسيها كقادة ذي من فرصة الفراغ حلو قول ولا أقول فاروق أن هاي حلو فاروق وقت قايني ميل فذي ميل فيل كبير حلو أن فراغ ذا أسقبيا ساعات كقادة كتاب كن جزء كن كسالة فيه لي متجشما هال أن هم باردو المشقة مشقة أن هم باردو أما متجشما هال متكلفا اسككلفا والمشقة مشقة اسككلفا لقلة بلاعتي بذا أذي أودي يران تهذا درادية أملا لأجل أمل يذديل درادية ينرتبي في منصعفي منفعة القاسرين هان قابنو أمثالي أن أوكل إني كتابك أنفع متوخيا هالا ننقص دايو في ذلك ننقص دايو سلامة التعبير أبرو أو نظيف أو بدبادي أنسي أن أبرو وسهولة الفهم فيه مسيح لنان ننقص دايو مقتصرا هالا نقابس دايو على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نبقى لغن شيء إيو جيتسيك قابس دايو بس وما كقابس دايو لغن نبيه ما لكلمي بعد هجرة النبي نبقى جريد بعد شيء لكلمي من صنوف الإيذاء من أنواع الإيذاء لبيال نوعيال شوية والمكايد دي شرقول يالا نوعيال شوية ودبكنا أنت كل ماي هذا المدينة وبسادي من منافق المدينة واليهود ومشركي قريش كل ماي مدينة منافقين تود يهود ميل مدينة دقائن مشركي قريش وغوثونا ميلن كوكوين ورق آذين الذين كواسوا لم يكتفوهم كافتون مشركو قريش بإخراج النبي نبق بيوشين كافتون من بلادي لكو بيو بل قاتلوا هدن هل الدقاء لمن والنبي هل الدقاء لمن وحرّضوا قبابين عليه على قتاله غير ما قبابين من مشرك العربية ولعلوا أن بغن صابرون أن تأسلتك صبر وي رجاء هداية مداية قريش قريش ننكو سورة جاية وماغي وما عملهم وماغي يعني واكي مثلا عملهم به آهي يعني رجاء ما عملهم ولكل ما عملوا ذي به ماغي إي وماهي قليك هذا فانتا أو صابر صبر صابر رجاء هداية رجاء وماغي عمل المعامل ذي بي ماغ المعامل ذي بعد أن حقق الله إلهي مركي سوغي رجاء سوغي أو من الفتح فرد إيه وما لاقاه تاسي الكادفي مقتصرا على سيرتي صلى الله عليه وسلم كقاب صدو وما وعلى ما كقاب صدو لاقاه بعد هجرتي وما وعلى ما كقاب صدو عمل النبيهم يو بي ماغ المعامل ذي بعد أن حقق الله مركي سوغي الله رجاء النبي بالفتح رجاء ومن مكارم الأخلاق ولا المعامل ودمي بيان من مكارم الأخلاق أخلاق دي سوسو بنايتنا والصفح جيسشة والأفي أفيوة فمالت الناس ودكي إلدن إليه إلى النبي أن إلدن ودخلوا قلن في دين الله يقلن أفواجا والقدم هالين جماعة جماعة فبما رحمة فبسبب رحمة نحن السبب شه رحمة دا صوم من الله إلهي شكين كويتي سوشة يلنت النبي محمد ونقلاتي لهم للناس كنقلاتي لري ولو كنت هذا هدف دي فضلاً كي دبعهم هدف دي غريض القلب قلبي شيء كاكن هذا هدف دي وا لن فضلو شلت بالله يم من حولك غارك كو شلت بالله لنيالك كو شلت بالله يم كو شر ورفضهم فأسألوا أنا عن سؤالي الله تعالى إلهي سؤالي أن يجعل الله إلهي إني ويلوها خلاصة تنغي خالصة تنتو خالصة تنغي ألكين أرغولكين ديغون هاين خالصة نافعة تنغ مسلمين تنفاس إني لايك ولا سؤالي ما يوالي إنه إن الله تعالى إلهي أول مسؤول للنسؤال والين هريه وهو إلهي أوان حسبي كافقه نعم الوكيل ونعم الوكيل لنغلو وكالضو نعم الله الله مولانا نعم الله أما بعد بعد البسملة والحمد لله والصلاة والسلام أما بعد بعد المذكور كان أدلها شاكي كبعد فهذا كان هو كان الجزء جزوة جزء الثاني لما جزء كاسو من خلاصتي نور اليقين نور اليقين ورشل حكوبي إنكو هاتي خلاصة صو في سيرة سيد المرسلين كوي لا دري رسول الله دري سيد كودي صلى الله عليه وسلم سيري دي ساتي رتبت رتبي هو الجزء الثاني رتبي اسكن نظام اسكن توسي رتبي هريري ترتيمي لرأي ترتيمي لرأي الله يقدم شيء على شيء مناسب مناسبا هايتي هريري في سويعة في سويعات سعديالي يرير ساعة للتصغيري سويعة لك تصغيري هادين جمول موانا ثم سالم الكسيوالي
في سويعات سعد يرو يا لطهديو يكرتبي سويعات كاسو اختلست أن هدفيها سويعات من فرصة الفراغ فاروق سنانتو أنا قبي فرصة دي هكو دفي حلو قادم فراغ قبي يا فرصة دن ايكو هلا ونه يعني ايه قلي ملكاسا سويعات كاسا كتاب كن رتبي متجشما هال أنهم باردو المشقة مشقة أنس كلفة متوش متكلفة هال أنس كلفة المشقة مشقة أنس كلفة ما هو القلة بلاعتي إذا عدي منا بلا عدي أودي يرانته لقوتي لقلة وصعي أودي يرانته لقلة بلاعتي أي لقلة قوتي لي لقلة قوتي أودي يرانته أود أن أدو كتاب كسنف من الله إنه لي توالو يساسن لي أنا أودي يرتا باع بلا عدي يرتا أودي يرتا للقاب يسك كلفي مشاقين يعني كتاب سنف ما هو لي إنسانفينها رتبت رتبي ولا رتبي لما عملا لأجل أمل يدير في منفعة القاصرين هان قابن أو ديو قابن أنفع شأن يدير أمثالي أن أوكي لكي أن أوكي دتكي هو أو ديو سكويرت يا كتاب كنك انت فعن فلي أن أوسا زيد ديلا ورتبي جسكن كان هو متواخيا هالا ننجس دو ورتبي رتبت رتبي متواخيا هالا ننجس دو في ذلك المذكور إن قصد أو سلامة التعبير عبرو بدبادو شيء كلمة العبرو كلمة أو بدباد سنهات سليمة سلامة التعبير عبرو وناجين تيدا أما بدبادو كيدا أنا قصد أو كلمة العبرو كلمة أو دتكفة مكرام وسهولة الفهم متوخيا أنا قصد أو في ذلك سهولة الفهم فهم سهل أنا قصد أو فهم سهل دتكفة ما أنا قصد أو مقتصرا هالا نقاب صدو على سيرة النبي نبق لغن شيء صلى الله عليه وسلم كقاب صدو وما هاي إنا نقاب صدو وعلى ما نقاب صدو رسول لغن شيء كقاب صدو وما وعلى ما كقاب صدو لغن نبي وما لكل مي بعد هجرة هجرة النبي نبق مركي جرة بعد هجرة لكل مي ومن صنوف الإيذاء من أنواع الإيذاء نبكي نوعيال شيء والمكايد ومن صنوف المكايد شرقوا ريالا نوعيال شو إيه أنت كل كلهم إيه وما لقاه لكلهم أو من منافق المدينة مدينة منافقين تذيشة كل كلهم أو ومن اليهود يوذيشة كل كلهم أو ومن مشركين قريش قريش مشركين تذيشة كل كلهم أو الذين قريش تأصولهم يكتفون كافتون نبي إخراجي إخراج النبي نبي بيوشين كافتون من بلادي بلاد النبي نبي بلاد ذلك بيوم كافتون هاي من بلاد الكبي بل قاتلوا للدجال لما ينأكل طب قلنا والنبي أنا بقول يكون باكل طب يهدنا من مذوق كتب يهدنا كتب قلنا في ليشين كوكاي وريب وحر الله درن عليه على النبي كجوب أبي أنا كدرن غيرهم غير القريش قريش غير شوك درن عرفت كلا أمين مشرك العرب عرفت مشركين تهدا قال لي كلا نكدرن أنت أصلي إن جاي سلام ولا علوا أنا بقول نك درن صابرون كي صبروا أي رجاء هداية مداية قريش قريش هنون كودي رجاء وشك صبروا إيه وما وعلى ماغي كجاب صداو يقولك أضف وما لقاه وعلى ماغي كجاب صداو كما يهيتي مقتصرا على سيرة النبي كجاب صداو وعلى ما كجاب صداو وعلى ما كجاب صداو عمل النبي نبوك لداغ ميهم قريش لداغ مي بيه ما كلداغ مي بعدان حق الله إلهي ملكي انسوقي بعد الشيء رجاء ورجاء النبي نبوك رجيشي بالفتي فتر رجاء ما كفر شدي رجاء انسوقي بعد الشيء كلداغ مي ومي ولا كلداغ مي من مكارم الأخلاق أخلاق دي سوسو بنايتي ومن الصفح وسكوا جيسش ومن الأفي أفيو إذا بو فانتو مدو لقا وير مركز كروي مركز ما كقوب سدي قال دي دون ميلد دو بنين قال دي روغانا قال دي انغرور انها ما ينسين كفلا أمالا يسان يري لباتي دي انجي ستن اقدين أنا خنطن سن خنطن سدسين مكك ديري كدال دي مكك رير مكك هاي من بدو إبوري دي تل كيف داسن جاءك تسين كروي ما يسين كسوب يانغ ملا يا سانغري مركز أميرن أنت كريم وابن أخي كريم لم فيلتا لم فيلان كدالي ونمني دعي ذا سارة مركز أميرن ها إذا أبو فان تمدد لا قابا والمسين هاي سلاس كبا قال لي دون ولاس كديو مركز أمير كديم يدون هاي إسلام تاسو كل كل رسول كرجدا أسا قبيني أو إلهي فتسيو ريت كلا دعمو مكارم الأخلاق صفو أفو كلا دعمو فما لت الناس ودت كدون هيل ده مركي دم الى النبي ان هيل ده ودخلوا الناس كل شو قال انا في دين الله قال انا فاجن هذه جماعه جماعه
بس دت كيبا كلكم يدخلون في دين الأفواج جديدي رسولك أبو سكير يهودي داودي هو دم أيمانا فبما رحمة فبسبب رحمة إلهي كمان إصلاح رسوله كمان إصلاح صلى الله عليه وسلم محمد أو وناك هذا قبط درادي أيك دتن كي قلوب لا دين عليه أنا ما يكيوالي لان لين إيه ده بعفيل دتك دم كرو كيوالي لو ساسن هذا فنوا كوشلت وفدين عليه كلكم رحمة أسانك كسي إلهي رسوله كمان إصلاح إلهي كمان إصلاح كره هانك إن قبض كاركم رسول الله صلى الله عليه وسلم كمان إصلاح كره إسمه بعد يتين أني سنهنوني أركور ما أنا ساسو كلمة لرى ويرد كأن كمان إصلاح كره أني أكو كوري ولا أفكر إن ويرد يا كسي أي أدي إصلاح أتي أني إصلاح كين ربطة أبارت ساكو بي دب كاساكي لماري أني أكو كوري كاركور ويرد كأنه كذلك معلم كأنه ساسو كلا دو بي إنن كيس إصلاح كره ولا كبري سفينة قلنا كسان سيلن تكو داون كسانة ولا كبري أنت هك دير سي واقع هير كان جاك دير تكير كور مالن كجر شيء مبرو لكن لان كلا إني ولا كسي هدن مر كاسوبا دشيا قد ما برايا ولا يسوق ولا بس كسي برد دم دشيا ما أجر شيء برو لكن دتن كلا واهي من ذي بناو تيلا من ذي سرسول من ذي بناو تلا رما وعلم كويرد كبناو دتن كلا ما بناو كل هدي لايك قال لي سلام ما لي لف بسبب رحمة ناري سبب شيء من الله أن يجيك كوي تير إلهي إلهي شيء كوي تير سبب شيء وا لنت محمد وكنوغ لا تير محمد داساني كسي لان لين يعني خوش أصن دقن كيواليو ولو كنت هذا هدف دي فضلا كو دبع هون هدف دي دات كن لان لان عالم كن لان الله دير رسول إني دعوة ديرسي كل كن لان هوب لنسي دو كفلة هوب مركبة رفاية هوب نغت دبعي دي سنتم مالك دو هدف نوما أنا سادراتي ميلن باهنيا دعوة دي دين تمر كذا في دياس إني دبع هذا فيل ها تلن باهني دتك سميت بأمانة وفوق آية كافلي قاعد يقول كاستل كويلة وسو صبر تون دول قاعد تلف هذا فبما رحمة من الله لنت من لهم للناس ولو كنت هذا فدي فضلا كي دبع هم هذا فدي قال إذا القلب شيء كي كان هذا فدي قلبك كان هذا فدي نهر إسلام هذا فدي لن فالله تفرقوا شلت بالله من حولك الدنيا الكاكو شلت وفضل فأسأل أنا ما سؤالي الله تعالى إلهي سؤالي أن يجعل الله إلهي نويلو يا إلهي سؤالي ها خلاصة تنك ويلة خالصة تنتو خالصة اللي وجه الله تعالى خالصة هل كين أرغو يل كين ديغو مهاي نافع تنتو دقن فاس إلهي كويل ومسلمين تلون برضايان كعمل فلايان رسول كدي دايان آخرين الليبانايان ما يقول إلهي إن سؤالي إلهي إنه إن الله إلهي أول مسؤول كي لسؤالك هم هري واي والكستوض فلاس إلهي نهي سؤاله وهو إلهي حسبي كافقي واي ونعم الوكيل لن لو وكال ذو نعم الله الله مولانا نعم الله السنة الأولى سندك أول من الهجرة هجرتكم إذا هذه محلها ومبحثها بدأ بناء المسجد الشريف مسجدك شرفك الله هاي لسوشي بدو الآذان آذان بالله شيء آذان فجر رمضان رمضان فجر شيء آذان شيء آذان الجمعة الجمعة آذان شيء انت سوية بالله سنت كين هريت أساس إسلام كلا أساسي إسلام كلا دسائي مدينة الكدسي ما كوالها الرغوة ولا كتابي تمي سيدسيني دعوة حصوتي مركي ميل در ارتلو آيا رسول كدتكن إلهي ان سببي دددت شيء ان هاينا يه دو آيان يوجد قول في ديان وأكون دعوة في ديان بناء المسجد الشريف في مساجد كشرف الله مسجد المدينة لسوي شيء بدل الأذان أذان بالله شيء ما كمل كأذان مان كود كأذان كمل كل الله مانا أذان مجر ميل إسلام قال كعريا توحيد قال كعريا ولا دوم داي مدينة مركل كويلة أذان بالله أذان فجر رمضان برمضان فجر شيء لانك أذان ماو هو بعدين شيء لديك لا فراو هو لسمانا سونغ ولن آمن آذان الجمعة الجمعة آذان شيء في السنة الأولى سنة كيول من الهجرة يبنى الرسول لسي صلى الله عليه وسلم مسجد هو لسي مسجد كاسوا شريف شرف كله وقد عمل مي عمل النبي نبوي شقي فيه في بناء المسجد مساعد سو شيء بنفسه بك شقي يسوع بك لم تكل جري وناتو لنسترناي شيت كعذا إرضا كعذا لما ما إنك جري ها ليراقب المسلمين المسلمين تسي إنجيل يسيو في عمل المسجد مساعد عمل فرشي شين جليسي خب رسول الله ابن فدين يعني واقع يون أصابت كها إنمانا مركز اللي يندا يعني واقع ساسو
وقد عمل بنفسه وفيها في السنة الأولى يشرع الآذان وآذانك لجدوي لينبه لينبه سي هو آذانك سنبرا رجي الغافلة كان هلما سنبرا رجي ويذكر هو آذانك سوسيا ساهية كان هلما سن ليكون الاجتماع كلهم صلاة دلهم كل ما سنغ نغدا عامان كي عمي ما نغدا مرنا في سنة الأولى سنة كنهوري من الهجرة رسولك ما كما كتبنا مدينة مسينة مدينة مركزية سنة هجرة بلاوتي كلهم هجرة ساسو سنة الهجرية مركزة بلاوتي وكيك ما يعني دور مرهيت وقد عمل النبي نبغ عمل فلي فيه في بناء المسجد مسايد كدسو شيء بنى الرسول رسولك لسي مسجد هو لسي مسجد كاسو شريفه وقد عمل النبي نبغ شقي فيه في بناء المسجد شقي بنفسه نفس نبيك شقي اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرين وصولي نقول لله آخر اللي جرت إله أنصاري مهاجرين دعوة دين تفيدي آيام مسايد سايا إله دمشي الأفلين يون اللي نحن الذين بايعوا محمدا يعني ساسوك اللي مثلا نابقى لبالغني أو محمد لبالغني لهم أنا وقد عمل النبي في بناء بنفسه ليراقب النبي نبوس جليسي المسلمين مسلمين تنجليسي في العمل أي عمل المسجد مسايد شكدي سنجليسي رسول الله بشجعه هذه رسول الله شجعه ونون في دين فذلك عمل مضلل لهم أنا عمل بعده وعمل كاس رسول الله شجعه ونون في دينه يون هو ذي نشجعه مسايد الرسائل إذا جلسنا والنبي يعمل هذه ون في دين النبي الله نشجعه فذلك عمل مضلل غيره عمل خسارة وكاسوي سرت قال ما يفهم من يال رسول الله مسايد الرسائل سالين قباب قليايا وقد عمل النبي نبغى عمل فليفي في بناء المسجد بنفسه ليراقب النبي نبوس انجليسي المسلمين المسلمين في العمل انجليسي وفيها في السنة الأولى يشرع الآذان وآذانك لجدوي آذانك ميكو بالله وده استشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء لشوري أصحابه وأصحاب الرسول يلشوري فيما يعمل النبي نبغى لصوبيا إذا أنا هدي دواد أوان صلاتي وقت صلاتي صلاة وقت شهد دواد صلاة وقت شهد دواد هدي دواد ما يسوبيانا يا ساتو لشوري رسول قلنا يا ساتو لشوري وشاري وشاورهم في الأمر بالري أمرك لشور ثلاث لشور على رسالة شريه دوال أنت ريضا كل كم خير وخلق الله بشور الأمر هاي دتك كل أنت لوغان هاي استشار الرسول أصحابه لشوري فيما يعمل النبي يعمل فلو إذا وقت يعمل فلو أنا غروب دواده أوان الصلاة وقت الصلاة صلاة وقت الشدوة صلاة وقت الشدوة ما يسوب يانا شر فقال بعض ميرنا نرفع راية ألنا بلق بلق سيانا كرويلان هوب صلاة دور وقت الشدوة دير ألنا كل سورة بلق بلق له كاسا دتكار غايم وقت كي غلق سينا غرايا وقال آخرون ميرنا نشعل هوريان نارا دبا شدان دبا لأجي دبكي وقاي وقت كي دير يلا رهيت على مرتفع ميل سرعي تود الأدى بوره يدل كوجه على مرتفع الهلاب على مرتفع الجبال بوره ميل سرعي كرشو هلاب بمعنى جبال على مرتفع الهلاب بوره كرشو يدب كشدان وصيلن كسو وأشار آخرون هنو كلمة إشارن ببوغم بوغ يا إشارن خوب صلاة دل دير بوغ بوغ السيمانا بس ولنسك ديگو بوغ بوغ أي بعدين مارنة ما يلون دقيل ليها ما قاوا بالله إني يلون دقيل لي ما أنا بوق بوق على سيا ما أنا كلكم ما يبغاها ما أنا دقيلة لينس دلها هاي مسمى والكاسي وحيالة أو قربانة لينس دقيلة ولا عصب بون لو جرى وأنا يهود لا كديري بون كاس كما تفعلوا اليهود تتنى ليهم يهود سدوا سمايا أوكل يهود ما يبغوا صلاة ما لقيس غيرهم بون لينس لواه وأشار بعضهم بعضه قد إشارة بين ناقوسي كم بلال يا إشارة قال شنو ما يرن صلاة دوب لدير قنبلة على الدوايو أي سو بيا ين كان نصارى نصارى قنبلة على الدوايو سمعنا قنبلة الكاسة جا نسيا كبعد بس واسنا نسويرو أما موس تكلي نسويرو وأشار بعضهم بعضه قال ما يشارن بين نداء يا يشارن ده تكون أول قيلة ها سلك قيلة يوم بديرة صلاة يلا ديرة يلا رأي صلاة على رأي سر فلم يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم موافق من أنت رأيه إلا على الرأي
الأخير رأيك دم بو آدم كه كاسك وافقيه ما يقول أنت كلا قالك كلا سمعين قال هذا نين اللي شبه ولا سوبيان لسوبي مأو وكان أحد المنادين هن آدم أيان بي بالآذان كآدم أيان كوشو عبد الله بن زيد يهاي فبينما هو أس عبد الله بين النائم واليقظان كهم دروي كوجد لم نتيو أي إذ وقت قاس على الله لولا عبد الله بن درس أي شخص هم بمبي وعلم الشخص بري عبد الله الآذان بري فلما انتبه هو عبد الله مركي أبو لاري أخبر عبد الله يسون خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا إن شاء الله إلى ماذا أو كارجيو فقال النبي مرة إنها إن الرؤيا رؤية تنع وابل رؤيا حق إمبوا ماي إلى ما حق وري تنع وأمر النبي نبغ أمري هاي هو عبد الله أمري أي لكن عبد الله إنه لكن هو الأذان بلال إن شاء الله إنه الأندى لصوت تلرايو بلال كو صوت دار بلال إن شاء الله سي آدمي بلال كي يسون لغني ولما سمع عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب ركي هو الأذان أذان كي ديغي يقال عمر سون للرسول من غير صلى الله عليه وسلم والله أني دون حتى إلهي كدار ديري تورغي مثل الأذان أني دون أذان كي موكي لكي لمودي أريمانا وزاد بلال بلال ميكر ليه في أذان الصبح الصبح أذان شي ميكر ليه الصلاة خير من النوم يكر ليه مرتين يا وسلس كسم أي سدي الصلاة خير من النوم الصلاة خير ووافق الرسول ووافق صلى الله عليه وسلم فيل تاري هذا الفيلين عليها على الصلاة خير من النوم كوافق تثويب تثبيب يا لري تثبيب تثويب وكان الرسول رسولكم يا هذا يأمر في فجر رمضان رمضان فجر شبي أذانين يا أمراي أولهما لما أذان كوشو ينبيه ما يبرارك يا نبي بالأذان الأول الغافلون هن مكسنون درايان حتى ينتبهوا للسحور سحور تسيان كان أذان كور سحور لان كهو صلاة الليل والثاني كأذان لما أن للصلاة صلاة سنة ولا ما أمو وكان أذان الجمعة الجمعة أذان شيء ما هذا واحد دعالين كواي هران في أحد من أحد الرسول الله قبل الله إلى خلافة أبي بكر وعمر إلى لقدير أوله أول الأذان أذان كول شيء ما إذا جلس الإمام إمام هدي فرادو على المنبر مركز الأذان هاي كلام أدري ذاك إمام ليبو أذان كلام لا يساس كهاي سدي له علي كلكم وكان هو أذان كاسر ما هذاي مركز المنبر كسفر على باب المسجد مثال الباب شيل سلمة منارة مجرن إسقار سنتن أو مكروف مجرن الباب كله سلمة من الكاذب هاي وزاد عثمان رضي الله تعالى عنه سلمة زيادة عثمان زمن شيء الأذان الثاني أذان لما هذا زيادة بسبب كثرة الناس ذكي بعض الشدة الدلالات هذا مش هاي اللي تزلك عامل أن سوق روج مديجو مكروفنا مجرم وقت داس مركزات ذكي مسلمين تني أذن بعض أن سوق يميلوا كمش كل سين سيد ذكين ديجان ما يري كلكم كو سوق هلك آدمي كنا بين يدي الخدي ورت هلك آدمي كان كلا أجيم بوس يديس إسكين ريت لما هو رانجرن إكان عبد عثمان زيادة سديد أذان ساس كنا قدر ولما تولى مركي توليي هشام بن عبد الملك هشام بن عبد الملك لان كده رايسون المسلمين تموين تكما ينكم إذا مركز لانك ما مولونا قدي أو خلفاء الأربعة ما ذنك بعد معاوية بعد شيء يجعل والي عبد الملك بن مروان وها الأذان والي بين يدي الخديب خديب ارتس فهو فعل كاس جعل كاس كاسبت أتنواي لا معنى لها معنى لها نور ما هو لي نداء إلى الصلاة إذ الأذان وأذان نداء إلى الصلاة صلاة لنعظمه كلكم ومن كان لنك هذا خارج المسجد مساعد بناء شجرة لا يسمع هذا نداء وأذان كم ديجا يا ريمانا أذان خديه فرتيس لك هذا من بناء جر سكيد ديجا ما في لهاي بناء كان لك هذا ماي كي بناء كهك هذا ما يشرني بين دل خديه يا وليه والكره نيوره تاس وثمان تي ولا في له سوق زورا لرا من كونه لك آدم كونه بين يدي الخديب يو كل كون وابقيم كبار لو هذه مركي خديب كوي منبر يلا آدم كان كلا قيم سدس أسكي لكن مركي تولي سون ماي ولاي آدم كي بنان كهيا كادي كوريا بي بين يدي الخديب لا يشاني بس هلم بين يدي الخديب لك آدم يبنان الروح من يجاوري معنى ما الله هذا وساسوريت في السنة الأولى وقد عمل فيها وفيها سوري جميل شرع للجدوية فيها في السنة الأولى شرع الأذان وأذان للجدوية
لينبه هو آذان كاسي إن براريجيو الغافلة لن هلمان سن براريجيو ويذكر أن أسوسيو أناسي أساهيا كان هلمامي الغافلة كان هلمان سن ومقن سلون موغ سلون أسراد موغ سن سن براريجيو ويذكر سن هنو أسوسيو أساهيا كان هلمامي ليكون الاجتماع كلون سن هذا آمن كيامي موغن هذا مسلمين تلون جماعة تكدن وزاد بلال ما زيادة في آذان صبي الصلاة صلاة خير انتي خير بضم من النوم من درمة آذان كلا ما آذان كدري الصلاة خير من النوم مرتين فوافق الرسول عليه الصلاة صلى الله عليه وسلم وافقي عليها على زيادة زيادة دنك وافقي بس عليها على الصلاة خير من النوم وافقي وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ما هذا يأمرك يأمره وهذه في فجر رمضان رمضان وأشمر كبر يأمراي بآذانين يأمراي أولهما لمد آذان كان هوري ينبيه مي برارجي ينبيه مي برارجاينا بي بالأولي الغافلون هان موك أو وقت رغم موغو صلاة صغورت موغا برارجي ينبو برارجاين حتى ينتبهو سيان برارجان لسحور سحوران كان آذان كي بلال آدم هاي ديگاي تنها سحوران روغ سنعا سحور سلام وثاني كلام عند لي صلاة الانوالي صلاة دقالي ملا ملا آمو كلام وكان آذان الجمعة الجمعة آذان شيء واحد أنقلين كوا من عهد الرسول رسول سميش الله كبلا إلى خلافة أبي بكر وعمر إلى لا قدر أول هو أول الآذان ما هذه ذا وقتي هذه جلسة الإمام إمام فنادى على المنبر فنادى وكان هو آذان كسمه هذا على باب المسجد مساجد رسول الباب شرك آدم أي مركي دت كبدا دين عثمان ما رهين دت كن كلكم مساجد الباب شرك آدم من ديجانا كبناء كملا كآدم منارة ملك آدم وزاد عثمان رضي الله تعالى عنه زيادة على أذان الثانية أذان كلام هذا زيادة بسبب كثرة الناس تتقبل الشدوة الدرادات زيادة أسئلة متى بنى الرسول مسجده في السنة الأولى من الهجرة متى شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة ماذا زاد بلال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم بماذا كان يأمر الرسول في فجر رمضان ما ينأمر أي لينبه الغافلون إلى أي ساسوة لينبه الغافلون حتى ينتهي للسحور وثاني لصلاتهم من زاد الآذان الثانية آذان كلمة أي زيادة عثمان بن عفان يزيادة يهود المدينة والله أعلم السلام.